بتجيب انيرة مي، بتحط انيرة المي هون، هيحس بالوزن، هيفكر انه في حد ماسكه. حياكم حبيبي مستر مواتر. شركة فولفو واسم فولفو اللي بيسمعوا ولا اللي بشوف هاي السيارة دغري بتخيل شيء واحد. انا لما اسمع فولفو بتخيل انه هاي السيارة تملك عائلة اجنبية، ام عم بتسوقها وعم بتودي اولادها على المدارس. هذا الانطباع اللي انا اخده عن فولفو. هلا السيارة اوكي، من زمان معروف ان السيارة من احسن السيارات من ناحية الامان والسيفتي فيها كتير عالي، ولكن كانت تخلو من شيء واحد واللي هو الروح. السيارة ما كان فيها روح، السيارة شخصيتها ما كانت كتير قوية، فعشان هيك دائما الناس اللي بتسوقها ما كان لهم علاقة بالسيارات. عن جديد قررت فولفو تعالج هذا الموضوع، فبتشوفوا كل سياراتهم جميع الفئات تغيرت، صار في تغيير جذري من التصميم للداخل للقيادة، كل شيء فيهم تغير. فالهدف من حلقة اليوم ان نكتشف ونعرف هل ما زالت فولفو سيارة امهات المدارس ولا لا. هلا الشيء اللي خلاني اخذ انا هاي السيارة وجربها هو تصميمها. تصميمها من الخارج رائع، كتير تغير شكلها، وواجهتها من الامام كتير عصرية صارت. فولفو بشكل عام جميع فئاتهم XC60 XC90 حتى XC40 الجديدة سووا شغل فيها بالخارج مزبوط. من الامام بتشوفوا الشبك تبعها. هلا الشبك هذا لونه سيلفر، لونه فضي. في الفئة الرياضية منها بيجي الشبك لونه اسود وبيجي اجمل من هاي. وبالنص بتشوفوا شعار فولفو داخل عليه الكاميرا. على اليسار بتشوفوا هاي المصابيح، كتير هاي المصابيح تصميمها عصري، وبتشوفوا الخط اللي بالنص اللي قاطعها بالعرض. هلا هذا الخط بيشتغل ك LED نهارية وبيشتغل نفس الوقت إشارة، فأنت إذا عطيت إشارة يسار أو يمين حتلاقي الخط هذا كيف عم بضوي بطريقة كتير قوية. حتى إنارة ال LED وإنارة الإشارة يمين ويسار كتير أقوياء بالسيارة. المصابيح فيها كتير متطورة، وبتشوفوا كمية البلبز اللي فيها ال LED فوق وتحت والهاي بيم، فيها تفاصيل كثيرة. ومن تحت بتشوفوا نفس الحركة، الخط اللي بيقطع الإنارة بالعرض موجود تحت، كمان بيقطع فتحات التهوية بالعرض. من الجنب التصميم كتير نظيف، السيارة ما فيها كتير خطوط، لمسة تصميمية بسيطة ولكن جميلة. هو هذا الخط اللي هون، هذا الخط بيبدأ عند غطى المحرك، بيجي لهون وبلف لورا وبروح على جانب السيارة، وشوفوا لوين بيوصل، بيكمل 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 وبيدخل على الإنارة الخلفية. فتشوفوا الخط هذا كيف داخل وبكمل على الإنارة الخلفية. فطريقة ربط الخط بالإنارة الخلفية مع غطى المحرك بالأمام كتير جميل. من الخلف أيضا تصميمها مميز، الإنارة اللي بتبدأ من عند النافذة الخلفية وبتنزل وبتروح على شكل أقواس كتير مميزة على فولفو ومتكررة على معظم سياراتهم. بين هاي الأقواس بتشوفوا شعار فولفو مكتوب بالأحرف، وعلى اليسار بتشوفوا اسم السيارة XC90. قد ما هو التصميم بسيط قد ما هو جميل. بما أن الكرسيين اللي ورا مطويين للأمام، مساحة التخزين فيها كبيرة، ولكن إذا محتاج تقعد 7 أشخاص فيها للسيارة فيك ترفعهم للكراسي الخلفية. كرمال تدخل على الكراسي الخلفية، أول شيء عليك تعمله إنك تسحب هالكرسي للأمام، فمن هذا الزر اللي فوق فيها نسحبها هيك. هلأ المساحة هون بالخط الثالث مش بطالة، هي مش معمولة للكبار أصلا، معمولة للأطفال، ولكن مش بطالة المساحة. خلينا نجرب رجع الكرسي هلأ. مساحة الرجلين كمان مش بطالة، أوكي عندك مساحة راس. فبالخلف أنا طولي 182 وعندي مساحة كافية بالخلف. حتى بالخلف عندك هون تكييف من الجوانب للشخصين اللي قاعدين ورا. بالخط الثاني كمان المساحة كبيرة وعملية، عندك مساحة رجلين كافية ومساحة راس كافية. اللي بيساعد المساحات بالخلف هو نحف الكراسي، الكرسي نحيف فنحف الكراسي اللي فيها بيعطوك مساحات أكثر. وعندك هون مسند الإيدين، مسند الإيدين بيفتح بطريقة غريبة ومقطوع من النص بطريقة كمان مش تقليدية. وأيضا في هون تحكم بالتكييف بالنص، والتحكم بالخلف بالتكييف بيشتغل عن طريق اللمس. فبتشوف هذا اللوك هون، تعمل عليه اللوك، تختار سرعة المروحة اللي بدك إياها ودرجة الحرارة. طبعا عندك يمين ويسار فيك تتحكم بحرارة مختلفة. وتحت التحكم بالتكييف حتلاقوا في بلاج، فإذا بدك تشحن كهرباء أنت عندك هون بلاج تقليد زي بلاج المنازل. من الداخل التصميم جدا بسيط وجدا ذكي. الكراسي فيها كتير حلوة كتير مريحة، قلنا أنه الكراسي عاملينها بطريقة كتير نحيفة كل ما تعطي مساحات أكثر. ايضا جميل كيف كهربائيا فيك تتحكم بالجزء السفلي من الكرسي، فيك تاخده للامام والخلف كهربائيا بهذا الزر. بالسويد ما كتير في مصنعين سيارات، في عندك الفولفو وفي عندك كوينيكزاغ. طبعا كوينيكزاغ مصنع سوبر كارز خيالية او هايبر كارز، ولكن الشركة الثانية هي فولفو، فبيفتخروا بهذا الشيء ومدخلين على الكراسي اعلام السويد. كل ما تعرف انه هاي السيارة صناعة السويد. الابواب والمكان الامامي داخل عليه الخشب، الخشب بسموه الاكسبوز سيم، اللي بتكون المسام تبعته ظاهرة. تعرف معظم السيارات بكون الخشب فيها بيلمع وحاطين فوق الخشب طبقة لامينيشن، ولكن هون الخشب تركينه ظاهر فمسام الخشب ظاهرة. مغطين هاي المساحة كاملة بنفس الخشب اللي على الأبواب، والخشب فيها جميل. هلا الذكي انه هذا الجرار بيفتح، شوفوا كيف بيفتح.
فالخشب كله بيختفي، وشوفوا وين بروح. يعني المكان هون كتير صغير، فالطريقة اللي بيختفي فيها الخشب كتير جميلة. وأيضا الأمامية خشب، حتى الأشياء اللي تتحكم فيهم كيف مدخلينهم على بعض وكيف أصبعك بيجي من هون ومن هاي الجهة كتير جميلة. تفاصيل التصميم فيها كتير حلوة. معظم الخصائص ومعظم الوظائف حاطينهم بهاي الشاشة اللي بالنص، نطفين المكان حواليها وحاطين كل شيء هون. استخدامها كتير حلو، كتير سريعة، يمين يسار تختار الأوبشنز، ما فيها أي تأخير أبدا، وبتشتغل زي الآيفون، تسحب من فوق القائمة، وعندك هون هذا زر الهوم بترجع على القائمة الرئيسية، وبقولك كيف يمين يسار بفوت على الوظائف. كل شيء فيها لونه أسود، فكل شيء واضح بالنهار وبالليل. وعلى الجهة اليسار بتشوف التحكم بوضعيات القيادة، كمان كتير ذكية، يعني الطريقة اللي بفرجوك عليها الأشياء كتير سهل وكتير عملية. شوفوا مثلا الكرسي، تكبس عليها بتشوف بدك أنت من المنطقة العلوية، بدك المنطقة اللي بالنص، منطقة السفلية. فتصميمها كتير حلو وكتير التصميم فيها ذكي. الفولفو اكس 90 فيها 19 سماعة سبيكر، ومن هون فيك تتحكم بالإعدادات تاعت الساوند سيستم اللي بدك إياها. فيك تشوفه مثلا ستوديو، individual stage إذا بده واحد بس من اللي قاعدين يسمع، وفيك هون كونسرت هول. كونسرت هول يعني زي صالة أوبرا ولا شيء. شغلة جميلة هون موجودة بالقائمة هو التحكم بالكرسي تبع اللي جالس جنبك. تكبس عليها هون بتصير شو ما تحكمت انت بالكرسي تاعتك حيتحرك الكرسي تاع اللي جنبك. ايضا الكاميرات فيها ذكية، تكبس هون مثلا امام السيارة بتشوف الكاميرا الامامية، تكبس خلف السيارة بتشوف الكاميرا الخلفية. هلا فيك تعمل زوم ان حتى. واسفل الشاشة في زر كرسي، اذا بتكبس على الكرسي بتشغل تبريد وتدفئة الكراسي. ايضا جميل ان كل الازرار فيها موحدة، حتشوف الازرار هون كلها لونها اسود وجاي اسود لميع، هذا الشيء موحدينه بكل السيارة. فاللمسات السوداء موجودين على الازرار تاعت الشبابيك اليمين واليسار، موجودين ايضا على الازرار تاعت ذاكرة الكراسي، وايضا موجودين على الازرار تاعت اللوك والانلوك تاعون السيارة. ايضا ازرار الهاند بريك فيها لونهم اسود، وزر الشاشة الرئيسية لونه اسود، حتى ازرار مقود القيادة لونها نفس الاسود اللميع، وازرار السقف ايضا نفس الالوان ونفس الشكل. الجلوف بوكس او مكان التخزين الجانبي فيه مشكله واحده بسيطه. فرضا انت فتحت من هذا الزر، شوف كيف فتحت. لما تيجي تسكرها من مكانك حتسكرها هيك، فحتلاحظ انه سكرت من هون ولكن من هاي المنطقه لسه مفتوحه. فكل ما تسكرها على الاخر بتدزها من هذيك المكان. خلونا نحكي عن بعض الاشياء غير التقليديه بالفولفو. اول شيء هو المفتاح، بتحصل على مفتاح السياره حسب لون داخليه السياره. فلو الداخليه بيج حيكون مفتاح بيج، لو الداخليه اسود حيكون مفتاح اسود. بما انه هاي الداخلية اللي معنا بيج هي لون المفتاح، فشوف كيف لون المفتاح زي لون داخلية السيارة. وهذا عنصر كتير جميل لما تكون حامله، لما تكون رايح مكان وتحطه على الطاولة قدامك، منظره كتير رائع وكتير ملفت. ثاني شيء هو تشغيل واطفاء المحرك، حيكون عندك زر هون بالنص، شكل الزر كتير مختلف عن كل شيء تاني، وبتلفه بهاي الطريقة على اليمين لتشغل السيارة، وبنفس الطريقة بتلفه على اليمين لتطفيها. ثالث نقطة غير تقليدية وجدا ذكية وجدا عملية هو مكان تحط فيه كارت. فرض انت رحت على مول او رحت على مركز تسوق ودخلت على الباركينج، دخول هاي الايام على الباركينج بيعطوك كارت عشان لما تطلع تدفع الباركينج. فالكارت في كتير ناس بتضيعه، بتصير انت طالع بتدور عليه وبتمضي وقت وبتعصب وبتدفع فلوس، كل ما الكارت ضاع. فهون حاطين لك مكان تحط فيه كارت الباركينج، حتشوفه قدام عند النافذة الامامية على جهة اليسار، فبتحط فيه الكارت وانت وعم بتسوق حيكون دائما عند نظرك، فما حتنساه وما حتنسى تدفع، حتكون متذكره دائما. رابع نقطة موجودة بالخلف. هلا بتعرفوا لما تروح صالون حلاقة تقص شعرك، بعض الأحيان لما يكون الطفل كتير قصير بحط له خشبة على كرسي الحلاق كرمال يرفعه وكرمال يصير عملية قص الشعر أسهل. هون في نفس الشيء، في بوستر سيت، البوستر سيت موجود ورا بالخلف بالنص، فإذا بالخلف جالس معك طفل والطفل قصير ومش قادر يشوف قدامه بترفع له الكرسي، فحيجلس على هالمكان المرتفع وحتكون الرؤية عنده أوضح وحيكون على مستوى الناس اللي جالسين جنبه على اليمين وعلى اليسار. آخر نقطة غير تقليدية هي الإنارة الأمامية. الإنارة بتتوجه مع الشارع يسار أو يمين، وهذا شيء طبيعي وموجود على كثير من السيارات. الشيء الغريب هون إنه هاي الإنارة بتتوجه بطريقة كثير سريعة. أنت وعم بتسوق لما تلف مقود القيادة يمين ويسار حتلاقي الإنارة دغري مباشرة راحت يمين ويسار بطريقة جدا سريعة وكثير عملية. فأنت قبل ما تفوت على المنعطف أو ما تفوت على الشارع حتكون الإنارة بالاتجاه اللي أنت حتروح عليه. يلا ناخذ لفة ونجرب قيادتها. اكس
سي 90 اللي عم تسوقها اليوم هي اعلى وحده فيهم، هاي اعلى محرك واعلى مواصفات. المحرك اللي عليها غير تقليدي ابدا، تخيل المحرك اللي عليها 2 لتر 4 سلندر على سياره 7 ركاب، محرك 4 سلندر. البعض حيقول لا شو هذا مستحيل، ولكن المحرك عليه توربو وعليه سوبر تشارج. السوبر تشارج حطوه كرمال يغطي الفراغ تبع التوربو اللي هو التوربو لاج. المحرك الاربع سلندر مع التوربو مع السوبر تشارج بقول 320 حصان، حيعطيك تسارع جيد ومستمر وما حتحس باي نقص بالمحرك. الاكس سي 90 مع السبع مقاعد ومع الحجم الكبير هذا ومع كل عوامل الفخامه واللكجر فيها، وزنها 2000 كيلو، فوزنها بالنسبه لفور ويل بهذا الحجم كثير خفيفه. لما تسوقها حتلاقي كثير ملحوظ، مقود القياده كثير خفيف، تغيير المسار من يمين ليسار كثير سهل وكثير مباشر. خليني افاجئكم تجربة التسارع. شغله عجبتني فيها هو نظام تثبيت السرعه اللي موجود هون، في شيء اسمه اوتو بايلوت، فبساعدك مقود القياده. كل ما عليك تعمل انك تثبت السرعه انت مثلا على السرعه اللي بدك اياها وتحطها على الاوتو بايلوت، مقود القياده حيضل ثابت بنفس المسار، حتضل السياره متجهه بشكل مستقيم. هلا حتلاحظ انه ايدك مش عليها، حتقول لك انه حط ايدك على مقود القياده. كرمال تتفادى هذا الشيء، كرمال تخليها تكمل لحالها، بتجيب انيله مي، بتحط انيله المي هون، حيحس بالوزن، حيفكر انه في حد ماسكه، وحيضل مستمر بشكل مستقيم بخطه. لفينا يمين لفينا يسار، حتضل السيارة ماشية، فيك توصل فيها من أبو ظبي على دبي بدون ما تلبس مقود القيادة. الفولفو أيضا فيها كشف رادارات، فلما تكون ماشي أنت عم تقترب من رادار حيقولك قديش المسافة بينك وبين الرادار، حيعطيك المسافة بالأمتار. كل ما تتفادى الرادارات، هلا مثلا نحن عم نمشي وفي رادار على هاي الإشارة، بتشوفهم كيف بيطلع علامة الرادار وبقولك المسافة من الإشارة، فلما توصل على الرادار حيقول لك المسافة بالضبط. هذا الشيء حيساعدك تتفادى وتتجنب الرادارات. غير الرادارات اللي على الإشارات المرورية، حتشوف رادارات السرعة اللي بالشارع، حتشوف أنتو ماشي على الخط علامات لونها أسود ومرسوم فيها كاميرا مع سيارة، فحتنبهك من الرادارات تعون السرعة أيضا. هلا دائما بتسألوني عن السعر، جبت لكم السعر. سعر هذا الفولفو اكس سي 90 اللي عم نسوقها بيبدأ من 200,000 وبيطلع ل 270,000. في منها بس توربو بدون سوبر تشارج، ولكن اتوقع التوربو ما حتكون كويسه، بدك تشتريها توربو مع سوبر تشارج، كل ما تحصل على باور كافي. اذا بدنا نجاوب على سؤال الفيديو، هل ما زالت الفولفو سياره امهات المدارس؟ صراحه لا، ابدا لا. سياره كثير فاقت كثير من التوقعات، ما توقعتها تكون هيك ابدا. قيادتها ممتعه، تصميمها كثير ذكي، شكلها ملفت، ناس تطلع عليها بالشارع، وفيها كل شيء بتحتاجه وما ناقصها ولا شيء. فانتوا شو رايكم بالفولفو، عجبتكم ولا لا؟ خبرونا تحت بالكومنتس، وما تنسوا اللايك والسبسكرايب. بشوفكم بالحلقة الجاي. وما تنسوا تتابعوا حساب الانستغرام كمان، الحساب مكتوب تحت. بشوفكم بالحلقة الجاي ومع السلامة.